الناس اللي حواليا اللي عاشروا امي اصدقائها وجيران كلهم عندهم امي مميزه جدا. قصه وفاه والده حسن الرداد في غرفه الفنان سمير غانم. الفنان حسن الرداد دايما بيتكلم عن والدته وحبه ليها وتعلقه الشديد بيها اللي وصل لحد انكار الوفاه، لكن بعد فتره كبيره حاول فيها حسن التاقلم على فراق التعايش مع الأمر الواقع. جت وفاة سمير غانم قلبت عليه المواجع وفكرته بلحظات موت والدته واللي كانت صعبة عليه، وده لأن سمير غانم مات في نفس الأوضة اللي ماتت فيها والدة حسن الرداد في المستشفى، وده اللي خلى الموقف أصعب على حسن وخلى مش قادر يزور سمير غانم في المستشفى. وحكى عن الموقف ده من خلال لقائه مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، وقال لما تعب سمير غانم ودخل المستشفى كنت مش عارف أبص على الدور اللي مات فيه لأنه كان نفس الدور اللي ماتت فيه أمي، لكن القدر كان غريب قوي لما توفى برضو في نفس الأوضة اللي ماتت فيها والدتي. حسن الرداد كان متعلق بوالدته جدا قبل رحيلها، وده لأنها كانت الحاجة الوحيدة اللي بقية ليه بعد وفاة والده وأخوه اللي حصلت في نفس السنة. وفاتها مش بس كسرته، دي خلته دخل في حالة نفسية استمرت لحد دلوقتي. واتكلم حسن عن والدته في نفس الحلقة ووصف قد إيه هي كانت بتمثل ليه كل حاجة حلوة في حياته وفي يومه، لدرجة إنه كان بيفضل يقعد معاها في البيت عن إنه يخرج أو يسافر مع أصحابه. وقال أمي كانت شخصية مميزة عند كل الناس اللي عاشروها سواء في دمياط أو هنا، كانت منبع للكرم ومجاملة لكل الناس وفيضان من الحب، وكانت عارفة أني حلمي أمثل لكن الحلم مات وهي وقفت ورايا في بدايتي وشجعتني أتقدم لاختبارات المعهد وخلتني أمثل لأني كان عندي انهيار بعد وفاة والدي وأخويا في نفس السنة، وفضلت فترة كبيرة جدا مربي دقني ولابس دبلة أبويا عشان الناس تفتكر أني متجوز، وكنت متعلق بوالدتي لدرجة أني أفضل أقعد معاها على أني أخرج أو أسافر مع أصحابي. كانت صديقة دمها خفيف ولو رقصت في البيت ترقص معايا، وفي نفس الوقت كانت هي صوت العقل. رحم الله والدة الفنان حسن الرداد والفنان الكبير سمير غانم.